كويز تيرت الحصة دبلوماسي برشا خليتك تلعب على راحتك، ما حبيتش تسمي لي اسامي تو بتسمي لي اسامي فيسع فيسع. ترهيت. شكون تعتبر اليوم افضل مقدم برامج في تونس؟ تونسي معناها. معز بن غربية. احسن مقدم برامج خارج تونس. خارج تونس؟ عربي يعني ولا اجنبي؟ تونسي يخدم خارج تونس. خارج تونس هشام الخلصي. احسن معلق تونسي يخدم في تونس. اللي قلت لك عليه الياس اللي سمعته المره اللي فاتت. احسن معلق تونسي خارج تونس. اغزر لي عصام شوالي كما قلت لك ونوف الباشي، خاطر في نظري انا يستحق مكانه افضل برشا من اللي عنده تو. باش كنت تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ حاليا؟ اذا نحكيه على الظرف الاخراني. اي تو. لاعب مارسيليا الخاوي. سيف الدين الخاوي، افضل لاعب في تاريخ تونس. انا اغزر لي هذه من اللي خلطت عليهم. باهي. لا لا خلينا نفهم، ما فماش في التاريخ، انا بالنسبه لي انا نحكيو بالحقبه. يعني كل 20 سنه لابد فما لاعب. نجم نعمل كومباريزون بين اي في ال 20 سنه الاخرانيين يوسف المساكني حد ما يختلف. في ال 20 اللي قبلهم عايدي الحمروني، في ال 20 اللي قبلهم طارق ذياب، وفي اللي قبلهم واللي انا ما خلطتش عليه وما شفتوش اما حكاوا لي عليه برشا طاهر الشايب. باهي باش بين طارق عايدي والمساكني شكون تختار؟ انا اللي تفرجت فيه وشبعت بيه عيادي خويا عيادي، ومالوريزمون ما عملش كارير كبيره برشا مالوريزمون. ثلاثه مكشخين صدفه؟ لا والله صدفه. لا عليه يوسف ولد ستاد، عيادي ولد جابس، ايام متسمين عطاش، طارق ذياب ولد ريانا. وقلت لك الطاهر الشايبي اللي انا ما شفتوش ما سمعت عليه برشا. نحيت نحيت هذاك السوء نيه من لا والله لا والله لا ريت كيفاش لقيت لك. باهي تشوف لاعب تونسي في بطوله توا قادر ينجح في اوروبا؟ طفل نتاع النادي الافريقي بتاع منتخب الوسط شو اسمه يا ربي؟ حمدي العبيدي ولا شهاب العبيدي؟ شهاب يظهر لي هو اللي نحالوا كرة فاروق بن مصطفى في الديربي زاد يظهر لي. حمدي العبيدي هذاك. هذاك هذاك عنده بوتنسيال نتصور كبير برشا. شكون اقرب لاعب ليك من لاعب قريب لك؟ في القدم ولا في جدد؟ برشا برشا اللي قريب لي قريب لي قريب لي سمير السليمي، فما قيس اليعقوبي، مجدي التراوي. توا ما نكذبش عليك انا بعدت عندي مده بلبولي عندي برشا ما ريتوش. اما معناها من الاصدقاء اللي نحبهم برشا يوسف زاد كل ما نتقابلوا معناها عندنا علاقه طيبه. ما انا هني قلت لك الاكثريه جوارات السابقين بتاع النادي الافريقي قرب مني برشا. ابو بكر الزيتوني ما ننساش صاحبي برشا. افضل مدرب تونسي اليوم؟ اليوم اليوم في تونس يدرب في تونس توا اون جينيرال تونسي تونسي وكا هو. اذا كان على مجموعه الالقاب واحد فوزي البنزرتي، وتوا في نظري انا الثنائي معين ومجدي تراوي. ماتش ما تنساهش يقعد في بالك؟ تونس مصر 97 تاع المطر. بونتو علقت عليه؟ بونتو وسام يحيى كونتر الزمالك في مصر نتاع ابو جلبيه المباراه الشهيره من بعيد تسديده من بعيد اي جولدن بوي. اقوى جمهور في تونس؟ أقوى جمهور في تونس أنا في نظري أنا جماهير العاصمة يعني الترجي والإفريقي. واحد منهم؟ زوز الترجي والإفريقي فماش واحد منهم، خاطر يكملوا بعضهم. ريتها الترجي جمهور الترجي ما غير جمهور الإفريقي ماهوش جمهور الترجي، وجمهور الإفريقي ما غير جمهور الترجي ماهوش جمهور الإفريقي. باهي فهمت الفكرة؟ الإتوال والسياسية شبيهم؟ لا لا جماهيرهم كبيرة. قاعد نصطاد في الماء العكر. أي اصطاد خويا قد ما تحب. في سوسة فما برشا يحبوا الافريقي والترجي، في صفاقس فما برشا يحبوا الافريقي والترجي، بالتالي مش بتعمل لي مشكلة في سوسة وصفاقس. باهي شنو الحاجة فيك ما تعجبكش؟ الحاجة فيا متسرع في حاجات. سرعت بعض الإجابات اليوم؟ لا 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 تسرع مدروس. بالعكس حسيتك راكز. تسرع أحسن مدروس. أحسن لاعب في العالم حاليا؟ أي. كريستيانو. أحسن مدرب في العالم؟ مازال ينشط كارلو أنشيلوتي. كانت هذه لوكويز.